إزاي يا وزير فرد من أفراد الكوكب ما يحضرش الاحتفال؟ قانونياً هو استغل حقه إن يعمل الرحلة بتاعته ويجرب يروح أبعد مسافة، وكمان عمل كده ليلة الاحتفال قبل ما الاحتفال يبدأ، يعني موقفه القانوني سليم. أنا عارف أوز ابن عمي، وعارف ممكن يكون بيفكر في إيه. مولاي الحاكم، الاحتفالات تبدأ ولا تتأجل؟ طبعاً تبدأ، وتبدأ برضو قوات البحث الكوني تدور على أوز. محدش عارف ممكن يكون اتعرض لإيه دلوقتي في رحلته دي.